الفلاح لايت يظهر لي كاسكيت مقلوبه للتالي والكمين وموزيك مذهب العصر. الفلاح هذا مذهب العصر. مين جاي؟ من سليان. من سليانة. بيه اليوم مش عامل اسعار. الاسعار بصلي يعني بيه الشرية تشري والبيعات موجوده والخير كل موجود. سامحني هذيك قد السوم هذاك 800. المريش هذيك قد ايش؟ المريش هذاك ب 800 ياك العام كامل هذاك. هذيك بدنا ليه باش يبقى لك هذاك عام كامل 500 الف هكا ليه ما يخليش في الرقبه ريتهم هذوما الكل باش تبيع ما عادش تلقى هذا الفويج الثالث جايب وين من الاخر عاك عاك وحاله معاك وما يحكش فينا شيء من الاخر معني بالحق خلينا نحكيو بالاسعار بالجد مش بالفضل اقسم بالله لاني فاضل باهي ماكش تفضل ها عندي هذاك بتعطيني فيه 13 ومش وبيع ومليون ونص هذاك السردي وهز ولا خلي زاد مدلل عليهم على خاطر لبس مريات ليه هذاك باش نلبسوه كمامة من بعد باش نلبسوه كمامة بتاعو ويمشي يهب لكم وقايه هذاك من الاخر جاو برشا جاو سموك مليون و300 والله مليون و300 وما بعتوش مليون و500 مليون و500 مش تدفع اقل من مليون و500 ونيش بيع من الاخر مليون و500 من الاخر. بالك عك 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 وفي الاخر باش يتحفي فيك ربي. يا دي ما عنده ليش تحفي ربي ولاد النعاج كلهم نخدم فيهم بعرق جبيني وبالحليل مني سارق يعني ولا ماشي مثلا قشار نزيد على العبيده و100 و150 انا ذي فليح صح. سامحني. ريت ايش ميزانو هذاك؟ جيب باسكول ونتحداك العبيد تبيع ب 13 نبيع ب 12 كهاو. قديش ميزان؟ وجيب نحطه فوق الباسكول. برا جيب باسكول ووزن اخوي ما نقولكش قديش ميزان وجيب باسكول ريت هذا اللي قلت لك انا ب 13 وش نبيعه ب 15. العبيد تبيع ب 13000 الكيلو الحم هاو لهنا يبيع ب 13 نبيع لك ب 12 حط فوق الباسكول تعرف كي تبيع لي ب 12000 معناتها بعته لي ب 25 دينار شنو ب 25 دينار يا حي هذاك هاو ب 12 هاو ب 13 يبيع فيه بقديش تحسب يعني هذاك 25 دينار الحم تو يبيعوا فيه ب 25 يخلي يبيعوا ب 25 احنا زازار ونبيعوا نورمال يا زازار ليش قلت لك راه عندنا ريتو هذاك زازار عمي الاخر زازار عندنا زازار في سليان وجاونا امريكا الحمد لله من الاخر فهمتني وانت شي سيادتك باب ياسر خالص مش لازم ليس خنتي شوف قد شوف انت قديش من وين قديش من عام كامل راهو يعلف راه عام كامل هو مربوط ويعلف اش تحب يعني انت الفلاح قديش منه زيد شوف العلف بقديش انت الخنطار قنار انت تشري انت تشري علوش بمليون ونص يا دي انا ربي فيه علاش نشري انا ناكل من ولاد النعاج بتاعي انا محقق الاكتفاء الذاتي بتاعي ونخدم ملابس من الاخر اي مادام ربح ربح العبيد ونقص انا ربح ونبيع بالمعقول هكا بالمعقول راه نحكي لك انا حاجه عامله والبركوس اقل من هذا ب 850 الف نبيع فيه من الاخر ويحاول فيه الراجل ب 850 وهذه تو السنه قديش السوم؟ اه 800 الف نقص على عامله ولا نقص على عامله السنه والموجود نبيعه فيه من الاخر بيه سامحني السردي هذا السردي هذا السردي هذا اي خلينا نمشيو بحذاه قول لي قديش السوم هذا 800 كي خو هذاك مقران وهذا مش مقران ام فلاح ما تختلف هذا مليان على ذاك والاصل عديم يتبيع اقل على خاطر مقران او كونسي مزيان فهمني فهم عبيد تخلك بالعينين وفهم العبيد اللي تفهم يخلك اللحم لحم من الاخ انت كي تجي تحسبها تقول هذه هو برشا عليه عام كامل يعلف شوف انت كي التورناطه تاع الكونسنتري بقديش كان تخدم 70000 شكاره تاع 50 كيلو ولا تخدم 114000 قديش تحب يبيع الفلاح اعطيني انت قديش تحش بيها ما تقفش الدولة يا البلت قرت ب 18000 هاو في البطواري بيعوا فيه ب 18000 هاو ب 18000 لهنيا وقرب عليه تحط هنا من الباص يا معاش تك تك وياكلوه مش علاش غالي هكا دي السنين؟ ها؟ غالي قال لك العلفة غلوها عليهم. على بعض الحسيسين. غلاوا العلفة ياسر قال لك، الدولة غلت عليهم العلفة. هذاك علاش غلاوه؟ هما الفلاحة كعبتين وكعبة، كلها قشارة اللي تبيع. كلها قشارة اللي تبيع، صحيح. لا تو كيما هذوما فلاح. من سليان هذوك. يا من القشارة الكل قاعدين مصيدرين على السوق. كلهم يقشروا صحيح. كلهم يجيبوا ويقشروا. واضرب زيد 200 3 4 اعمل لا لا هذيك يلقى 20 30 ألف يسيب. هك اي والله كيلقى 20 30 الف يسيب هو نورمال علوش كي من هكاكه معناتها يعمل مليونه لا يا ودي هذاك ب 800 واش من عليه السوين طالعه هما كل واحد كيفاش يطلع شنو معقول شنو الريبير قلت لي انت تبيع وتشري في العلوش شنو الريبير كيفاش لازم تعرف علوش غالي ولا غالي تو بالنسبه للسنه غالي انا عامناه الخو هذا خديته ب 400 واش عامناه 400 سنه ب 700 700 وب 800
علاش ولا دوبل؟ دوبل قال لك الشعير غلاو علينا، الشعير وغلاو علينا الواحد الكل. شماته يا ولد. شماته. الدولة غلت عليهم شيء كبير، الفلاح ما عادش خالد. قال لك نعلف نعلف نشريها شكارة، كنت نشريها ب 50 ولا ب 40 ألف، تو يشري فيها ب 120 ألف. شكارة شعير، شيء كبير. باهي، فما برشا معناتها السنين ما خذاوش الشاري. هاو خلصوا. والبيع والشراء ديما ميت معناتها ما فماش. ديما ميت، لا ما فماش سنة شريان ياسر عليه الشراء. لعلو شريقت برشا عائلات مش باش تعيط، برشا عائلات مش باش تعيط، خايفين مال الكورونا وناس جاتهم الكورونا وناس ماتوا لهم ناس بالكورونا ما هوش معيط، فهمتني؟ اليوم اذا كان نمشيو باللي شيفر فما تقريب معناتها 20,000 عائله فيها موتة نتاع كورونا، اللطف يا ربي كلهم قاطعين العيد. اي قاطعين العيد، صحيح صحيح، الاف ما الاف ماتوا عبيد راه قاطعين العيد. قال لك عنده ميت وانت تشوي وتاكل، دي حتى جارك يبدا ميت ما تنجمش تشوي وتخلي الريحه خارجه لجارك. بالنسبه لي انا زوالي هات اسمع الفرحه زوالي. كبيره يذر لي اكثر حاجه يفرحوا بها الصغار يلعلوش. يا ودي يمرجوك يمرجوك وبالجمعيه يمرجوك صغيرك ما يحسش اللي انت عندك في جيبك ولا ما عندكش، يشري جار وشاري علوز انت تشري له علوش، تكسر راسك تتصرف امورك، هذاك موضوعك. انت شريت العلوش؟ الحمد لله يا ربي، ربي كرمنا، هاني جيت نشري لخويا تو. وب 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 لاشكون؟ الخوه الكبير جاي شريم هذاك الغالي هذاك ولد الجمعية انا. شري لك العلوش. شري لي العلوش. ربي خلينا لبعض. وانت هدية للحاج. وانا هدية لعائلتي كله، عندي السيد هذا يرحم والديها. يرحم والديها السيد. قديش باعوا لك؟ والله باهي هو ب 420 قال لي خويا برا ربي يفضلك. قديش بعتوا العلوش هذا قديش بعت؟ هذا ب 420 للزوالي خليه عايد. على خاطر اخر عيد صايي معناتها ما عادش قفض روح للزوالي، هذا 420 للزوالي. اول واحد يقول لي نخاف على الزوالي. هاو ذريتك فيه بابا ولا ذريني فيه والله. هاك تسمع صح. واو كذوكم كلهم 420. سامحني هذوك كل قداش؟ 420 على 420 معناتها سامحني 420. اجا شويه اجا شويه نقربوا غاديك معناتها اليوم العلوش هذا ب 420 دينار صغير كمان. بالة القرد جبتها تو من البطوار ب 16,000. مو كيما يعني تحكي مع الفلاح انت على السوم، احكي مع الناس اللي تبيع في العالم. قشار ولا فلاح؟ فلاح. منين؟ من السرس. كمان معناتها صغيرين هذوما وقت اللي كنا نحكيو عليهم اللي قبل عملناهم. احنا تو في تونس. ب 300 و 200,000. عملناهم بالة القرد ب 14,000 وب 12,000. السنة بالة القرد ب 18,000. معناتها تشري علوش عملناه ب 400 ولا ب 350 وبلط القرط ب 14,000 وب 12,000 السنه بلط القرط ب 18,000 شويه كاميرات تو من هذا قد قديش هذيك؟ هذايا 450,000 متعيف صغير يا اخي. رخصونا انتم في العالف، رخصونا في العالف. 16 ولا ب 18,000 بلط القرط. مو الدوله ترخص في العلفه تو الفلاح يرخص في العلوش؟ مو لوجيك ولا دولة هي تغلي على المواطن؟ انت بالا قرد تقبلها في راسك ب 18,000، عمناه البلد القرد ب 12,000 وب 10,000 سنة ب 18,000. كيف تحبوا الفلاح شنو تحبوا يعمل معناتها؟ ياخذ برا قرد ب 18,000 درجين هاي كوفيت هاي كذي كوفيت. بالا قرد عندها درجين جبتها من البطوار ب 18 دينار. على ليش هذا الوقت الاضافي؟ منين جبت؟ من زغوان. ايه اعطيني يا سوامك ترى. الاسوام كل العلو سمسم. هذا 550 هذا 550 هذا 450 هذا 450 عطيتك سوم تاع كاميرا ولا سوم تاع سيم بي؟ سامحني شوي علي. 550,000 قديش فيه من كيلو؟ قديش في 45 كيلو هذاك؟ 45 كيلو نحن منه 25 زايدين قعدوا 20 كيلو. هاوزن هاي نبيع له لك بالميزان. قداش فيه من الميزان يا حاج؟ 35 35 كيلو. 35 كيلو ماكسيموم. نحي منه الشطر. لا الشطر منه 17 ونص 17 كيلو. الشطر تاعك 15 14 تاعك الحمى وتاعك الكك شاهدك حتى سومو عند الززار هذا ب 450,000 على حساب 30 دينار الكيلو. هكا ماكسيموم. هذا سومو توا تاع 450 480. ايه
سامحني من غير ما تتغشش. ليه من غير ما تتغشش؟ هذه الحم صافي كي نحسبوا لك الحم مذبوح يطلع ب 450 دينار على حساب 30 دينار الكيلو. مش ب 30 اخي باش نبيع لك ب 30، انا نبيع لك ب 13000 الكيلو. احنا حسبناه 15 كيلو صافي الحم يعني ب 30 دينار، 10 كيلو ب 300 دينار فيه أكثر. وزيدهم 5 كيلو ب 150000. فيه اكثر من 15، ما فيهوش 15. خبره الراجل، خبره هو يعرف، هو اكبر منا ويعرف. انت اكبر منا سن وقدر وتعرف. انت قلت 550 وهو قال 450. اعطيني 500 هو ما بعتوش. ما بعتش 500 لا. تبيعوا له ب 500؟ لا لا شو 550. شو رايك في الاسعار؟ تسعر سهل ياسر. ارخص من عمرو. شو معقول اصلا؟ ها؟ زاد زاد على الاقل، على الاقل زاد 40% زياده 40% على العملاوي. العملاوي 40% زاد. برشا مش باش يعايدوا. والله برشا ناس تو تاخذ في اللحم البتوار بالصف، ياخذوا في اللحم عاشر، وبرشا ناس تو هنا وقتي رجلنا ما حبش يعيد بس دبل تو اخذت له 500 برشا جيب لي شو ماشي. سنه الله غالب، سنه مواقده واحد باش يعملها وكاو سنه ولا سنه وترموا والله ما نشريه.